ندوة سنوية لتعزيز السلام في إفريقيا تتجدد اليوم في النسخة الرابعة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، والذي يناقش هذه المرة دور مؤسسات التعليم العتيق كالمحاضر والزوايا في سلم المجتمعات وتحسينها من الصراع والاقتتال الذي تعيشه أغلب بلدان المنطقة. من الضروري أن يتواصل القائمون على مراكز التعليم العتيق مع إخوانهم في القطاعات الحكومية المعنية في كل دولة إلى صياغة قانونية موائمة تؤطر عمل هذه المراكز والمدارس، تحفظ لها خصوصيتها ومزاياها، تفتح لهذه المدارس ومنصبها فرص الاستفادة من تمويلات الدولة وتسهيلاتها. موريتانيا التي تستضيف سنويا هذا المؤتمر تحتضن هذه النسخة في وقت أصبحت فيه محاضرها مصنفة تراثا إسلاميا عالميا، مؤكدة على سعيها لتطويرها للعب دورها التاريخي المعزز للسلم والاستقرار. حرصنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية على صون وتعزيز نظامنا المحضري وتحديثه ليلائم متطلبات العصر الحديث، مع الحفاظ على نبل ونقاء قيمه وأهدافه. قدمنا كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي الممكنة للمحاضر وشيوخها وطلابها. يشارك في مؤتمر الوركشوب لتعزيز السلم قادة أفارقة وممثلين عن حكومات عربية وأفريقية، بالإضافة لمشايخ وعلماء يناقشون ضمن ندوات تستمر لثلاثة أيام سبل ووسائل تعزيز السلام في المنطقة. طيب، القوات الحرة، الوركشوب.